أبيجي مكي ليجي قبيل كي قال لي ويدي وحنكوري قبيل كي هاي ويدينني وحي الله يقصو حري هرتا إيه عدا إيه ميشي يالا إن قف كمركم حكبات كيس كقالوا دوني إنه عدالة الأخلاق أي أفر قف إسكرير ديه مركي الدعوة ده دك عن تقوها يا محد قان صانع سد سويدين سقف كبلعني في سويدين مديك عند دوينة هذا صور كان دبنت غني سنوي مركي حالة دي ترتيب عند كم روجو سنة يدك كان مرضي وحي كل وحي يقول لي وحيابها لا يعرف كلا هاي مركي عن قبيل كي كشيء إن مركي كعن تي سارين وحي يقول راهين وبكون دولة دي دبني مركي قرار كحق ترتيب وانو آردونا لين يرضى دي مطاي حتى أنا وانو آرينا شر عقارا نقو عارا انت انا احبا مقبولي وحيبها العنوين وحيب وحكاك داوضي يالله دبرا بركي وحكو سوغن محمد خير حسن وكبدا دمني رضا فرفرعون براه بشدنا استماشا استمركا انا تاقر تحس بيضا معارضكا محمد وحاو كمدا دمني رو لحري دبا ياقدي بيشي سيدي هذا السنة تخني محمد وحاو كورا يسون دونا بحري قيسها سيوحو دارنا يوحيابي اللقو ايدي يمدوين كيو وكوحنا صديقيدا يتشيلاش دالكا وحيابي هو لوكل مي سوالو محمد والله إحنا ورمتا كوبلات بيشي ستيات كوبلات تم كده بعاني قلقة قط وحلاقي قبته قب أنا جو شوقة شقادة إذا كم ده كي وحلاقي قبتهي أفرنا نور درعة أفرتنا درعة كمرك يقول لي واحد عضي نين عسكري عسنا يقول لي ومرك على السعودي شن تقف في كحي سلديك نيو هركي سلديك حقي أنا فلاني إنسان ليك نيو هركيس الله يقول حلو يا مرك هذا أنا أنت هنود وعو ها سلديك نيو هركيس أنتوا حكمه وقف كديت بالله هاي سيد الله هاي سلديك أود وملا وحلو أي واحد عادي أو بيجا ليك ليه ما قاعد يقال ليك قري كبح ليك صار كده بنو حلي يقول وحلو جوي هذاني وير عصب الحرات كتينات بالله يقول فطي تليه باشا يقط قاضي وحويك سلديك أنا ولي جي أراقو كوي على هذا شينه حبال هذا الشيء نه أكتسو مية وغوي جهر كيسة إن مركي عنكود حقد قوته أنا وحجوري حافظها المكلا تغان ترى عنكود ما يمكلا قرنا يو لكن أنا محبوس هاي المدامة تساقبت أمر جسر ريوي يقول مركا وأمر خسر يا ترى سؤال كلام ويدي أو حنكودي قف موادنا عنها وحق ولا إن ده ودن كيسة لو جحر كل بهالك يقولوا دم بينا وانجلي كراو دم بلانا ولا يجحر كرا لكن سبب تضيفه غير نسوى معه. يتنوح يقولوا عمري قصر يوم بيجوا عليه. أنا قال كبر لي كي أو بيجي مركي لي كي قرده ويجا صار نقطي ودي. وح إلى وريجي سلدي كي مركي لي كي أو بيجي سبى إلى وريجي. ما دام مركا سلدي مركا لي كي أو بيجي بى إلى وريجي. أيضا كبر تاجوبي. صعب أبي كراه يعني. وحابي دهن ورواني كل الرادني مركان درعة بيو بدناي إن أنا وده دريس حرام لبقف بن أركي تبي تنوع بان قل لي دي بابا دي قفكم مركان سام وركو كرنا يبو يكون يو والله نولان كريس بن يجت سكيل إن أو بيجي مكيل يجي قبيل كي قال لي ودي وحنكوري قبيل كي هاي ودينني وحي الله يقصو حري هرتا إيه عدا إيه ماشي يالا أنا ودي بيجان قالين لا يشي قوي وحاسات قشي دي عدي ما وحي اللي يقصو حري لا والله يصو حري ونحرنا هاي بيه إن قبيل كي وحلا له حد ما أنت دقوي ديسان ما دام أصل لك هاي ستانة عين بولي ستين أكتر ستين حق بيقوم اللي هيدين بقى سيابا قفك قبيل كالقوي ده قفك حكومة أنا شايل في كتيرة مركب قبيل الله حكومة يا قبيل كيس أي شيء شوي ديسان سيهدو دين توك عليه واحد لو قاعد وده عدول بيك ورا هاي ساتها أي واحد كوري ديكو حق يقوم اللي هنا قبيل ديسان واحد إيش يبتانو كلية وحلا يقو صحرا وحيقول لي أنا هذا هالك بيقو عن صاره وابتس كتيرة يسمى دوجينا الحيرة دي كتيرة عيدن كبوليسك waxaan ku dhii in hadii aan ku jiraba aan ku dhii waliba su'aashan ku sii celiye qabiilkaaga sheeg waxyaabaha la yaab kala hayd markii aan qabiilkayga sheegay nimanka gacanta ay saareen waxay igu raaheen qabiilkaaga saxda noo sheeg waxaan ku dhii nin gar xaji sabaanahay noocaas war gar xajis nima ma garanayne qabiilkaaga saxda sheeg gacan baaba la igu saaray gar xajiska sheeganaya waxa dhacday هذا عن سواري محيم محيم عيدا باب حكي شو؟ وااا 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 و
dawladda ma reer baala baan ugu celiyay su'aashaad mar ma reer baala mise qaran baala war ma reer baala aad ba reer baala u socotaa tan waxaan kulan u reer uma socdaa fikirkaygu xor weeyay waa lay xareeyay labadii habeenimo la soo saaray waxba la iga qorqoray markii labadii habeenimo la soo saaray warqad dheer baa la iga qoray maxaan xisbiga wadani ka tahay waxaan ku leeyahay dhalinyaro kamid u baan ahay baan ku leeyahay xilkee ka haysa xilka ma haya baan ku leeyahay waa lay celiyay haddana labadii duurnimo la soo saaray su'aasha la weydiiyay waxa weeyay oo kala ma garanaysaa dadkin dad weer cas xidhan oo habeesha jooga fara badnaa baa la tusay ilaa 15 qof gaadhiya wax laygu yidhi iyo qaar qudho TV-yada ka hadlayna laygu yidhi kuwan ma garanaysaa meel ay joogaan maya ma garanayo baan ku yidhi dee bulshadu meel walba ay ka timaan ku yidhi laakiin dadka ma garanayo waa la iska celiyay haddana labadii habeen baa la soo saaray waa isla maalintii labaad waxa la weydiiyey waxaan ka ahay xisbiga waxaan qabto waxaan ku yidhi ay kala igu weydiiyeen ay igu yidhaahay markii mudaharaadkii baad abaabulaysay dhalinyarada isku keenaysay kicin baad waday nabadgelyo darro oo dadka waa cidna ma kicinayn mudaharaadkana dowladda ogolaatay haddii la abaabulayo maalintii baa la qaban lahaya de waxay dowladda ogolaatayd baan ku yidhi ta kale aan ugu weydiinay ahayd dowladda nabadgelyada khalkhal ahayd waxaan ku nabadgelyaan khalkhal jirtay oo aan waday may jirin anigu anigoo goobtayda shaqo jooga oo muwaadin oo reer Soomaaliland ayaa lay qafaashay baan kula lay qabsaday dad dharcada oo aanan garanayn meel allaaliyo meel iga soo galay markaas sidee deetana waxa laygu yidhi qoraal bay maalintii habeenkii dambe labada habeenimo lay keenay qoraal aan qoray oo sawir aan dibinta qaniisanay markaasaa laygu yidhi ma qortay qoraalkan maqasan ku aniga qoray markaa qoraalku waxa ku jirtay waan u aari doonaa dhalinyarada dhimatay waan u jawaabay waxaan ku dhalinyaradu walaaladay bay ahaayeen waliba nin baa si xun loo dilaan saaxiib ahayn oo muddo badan wada nooleyn oo aan iskaranayn oo aan isku fikir iyo isku hadaf ahayn oo Khadar Cabdidheere la yidhaah oo yaroo dee arkaysa in sawiradiisa gaadhi qof shicib oo gabaadhadu gaadhi shicibi dilayo oo lengurusli dabeetana waxaan ku leh ninkana saaxiibkii buu ahaa xaq waan u leeyahay dareenkii markay igu jiray inaan ka hadlo oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaali baa damaanad qaatay inaan dee qofkii wixii markaa ila gudboonaan ka hadli karo qoraalkan qorayna waan u aari doonaa waxaan uga jeeday baan ku yidhi waa sharciyad hadda aan lahayn waan u aarayna sharcigaan aan ugu aarayna maalin maalmaha ka mid a dadkii dadka laayay maxaa kamid baa la horkeeniya dowladda hadda galbatayna waqtigeedu u dhammaadayada laakiin dowlad iman doonto oo la xisaabtami doonta iman doonta waan u sheegay markaa saldhigga aadan shiina waxaan ku xidhnaa saddex cisho iyo saddex iyo dahabeed intaana waxba ma cunin waayo dadkayga waa layga ilaalinayay meesha waa laygu garaacay dee qof wax aan galay 30 sano kadib ismaan lahayn anigu Soomaaliland dhexdeeda ayaa lagugu dilayaayo lagugu jirdilayaayo lagugu cunsuriyeynayo qabiil lagugu weydiinayo dad gaara la odhanaya dowladdii duminayaan maya dadku way yimaadeen markii dambe waa laysoo helo waa la yimi laakiin dadka layma tusay waxaanintada waa lasoo dhiibayey oo dadkaygu dabadii ka soo dhiibayay oo lasma kaaya tuseen laakiin waxaan waxu cuni waayey oo cuntadii lay keenayay mararka qaar soo gaadhisay ayaa labadii cisho horeysay waa layga ilaaliyay laakiin maalinta saddexaad cuntada waa lay soo diinayay waxyaabahan cuni waayeyna waxay meeshii lagugu jirdilay qabiil iyo wax lagugu cunsuriyeynayay ma aamini kartid nafahaantaada inaad wax ku cuntid oo qofti bil aadina baa tahay oo markaad iminka saldhigashid waa caadi cuntada lagu soo gudbiyay maxaabiisaad wax la cunaysa laakiin markaad xarig siyaasiya u xidhan tahay weliba lagu leeyahay maxaad qabiilkan baa walba dowladda duminaya waxay ila noqotay markaa nafsaanteeda inaan waxba cunin oo cuntada aan iska joojiyo markaa saddex cisho iyo saddex habeen barxirnay markaa goorma wax kabad lagugeeyo waxaa la igeeyay aniga maalintii 24-aad bisha 24-aad baa lay qabtay 24-aadka bishaa lay qaaday shanta habeenimo lay soo qaaday CID-da lay keenay CID-dan xoogaa ku jiray waa layga soo qaaday halkan oo saldhiga dhaxaa ayaa markaa layga soo saaray laba qof oo Suldaan Cabdiguud ka mid yahay inaan kala xasan sid laayra kadibna markaa lixdii barkii galabnimo subaxnimay ahayd xerilaalinta lana geeyey maxkamada lana geeyey waxaan sheegnay inaan muddo dhaaf ahay anigu aan waqtigaasoo dhan xidhnaayeen dadka muddo dhaafku ahay eedaydii maxkamada markii lay keenay eed waxaa layga dhigay dhowr qodobba ilaa 8 qodob baa la soo waruuriyey midikicin dadweyne ahayd oo sawirkan dibinta qaniisanaa weeyey marka xaaladii jirtay baan dee ka murugaysnaayo dadkan madhay waxay lagu laayay midina waxay waxa xabaalaha layga dulqaaday
مركي للدعاني هذا سوور كم قلنا نقول لكن ده سوور هو حدثك وح سووري ما كنا حمل قفترين كيسو بحسنا به أي حاجة شعورتي سانو تشوقين بعد مركان سوور كان يبغى يقول عايز يين كده بوح اللي يسوي إيدي كعند دوينا سوور كاس وح كلا ورقته كقرنا مظاهرات بوع بقولي وح كلا كوتشرتي نبت كلي يطره وح كلا يوتشرتي وانن aad ugu firfircoon xusbiyada iyo ururinta dhalinyarada iyo kicinta bulshada dhalinyarada iyo waxyaabo noocaas waxa kale la igu adeeyay aflagaada madaxweynaha oo ahayd in aflagaada madaxweynaha uu digaramay madaxweynaha meel aan ku aflagaadiin waxa kale la igu adeeyay aniga oo fikirkayga oo rayigayga suuqa ka dhixniibtay oo facebookiga soo dhigo ahayd wasiirada waqtiga Ethiopia tagaan iyo waxa aan lahaa ummadu way baqtiyay saabaara jira tuban wasiirna dhaqaalayaal baa ku baxay ka badan dhowr milyan inay masaakiinta ku caawiyaan baa safarkooda inta madaxweynaha daba yaacayaan een oo la igu lahaa qaranimada ka soo horjeeda wax la igu yeedeen qaran dumis oo waxa laali waxan qaran ku dumiyaanay jirno inta aan noolaabay Soomaaliland wada jirkeedii noolaashadeedii walaalnimadeedii wada jirkeedan ka shaqeynay intaas oo qodo markii la keenay cadeymuhu la kaaliyo buu ku yiri gudoomiyaha maxkamaddu een gobolka een 17 rumaan aya la noo jaray markii maxkamaddi 17 rumaanka la noo jaray waxa dhacday in mudheera la noo dhaadhay iyadoo waxba la noo sheegin kugu sheegay aan ka nimi kabahayga aan ka nimi aan saldhigidi ka nimi aya la na qaaday waxaan ku nidi alaabtaydu meel noo soo qaado booliska waa taqaana boolisku arxan kuma galayaan waa meelaha qudhaad markaad ciidanka aad maqashid aad nacaysid ciidanka een anaga sidii baa la nagu qaaday mudheera la nageeyay mandheera markii la nageeyeen albaabka saalan nagu geliyay ayaa wax dhacday ayaa katiinadihii oo nagu geejisnaa oo gacmahoona barareen markaas oo katiinadu oo inta nabada baratay ilaa suldaanka ilaa anaga dadkii oo dhan 4 qof aan ku jirnin gaadhigii raa shabaga ahaa ee dilka lagu qaajiray la nagu qaaday oo xoog u soconay ayaa markii aan halka ka galay baan naxariis dareen lagu ka fura katiinada aan xurriyad yar dareen mandheera mandheera si fiican baa la noola dhaqmay ciidan asluub loo garanayo xuquuqdaada iyo xaqaaga ayaa jira oo jooga oo toobaran laakiin intii aan saldhigida ku jirnay kelmadahan ka xasuusto saldhigii markii ay cuntadii soo dhiibay qaarkood wariyayna ciro wariyaninkii weerkaas wariyaninkii mudaharaadka baabulay waxyaabo aan garan waayay meel ay ka keenay ciidanka boolisku ayay igula dhaqmay oo markaa ahayd qofka bil'aadinka dhigihiisa ay xuntaa marka si gaar ah lagu beegsanayo lagu eedeen in waxa jirtay madheera ba ayaan ku xidnaa wali yimi dhalinyaro kamid oo saddex kamid ah baa yimi aniga aanan markaa garanayn haybtooda iyo aqoontooda toonaan waligaa arag waxay gunaan shaqada baasinaa oo adiga ku dana shanta qodob ay ku dantay waxa weeyii markaa inaad adigu iskaga baxday xisbigan mucaaradkaad ku jirtid su'aasha intaan iyagu labaadii gelin baan su'aal weydiiyey waxaan ku wariyay waxaan ahay qof fikirkiisa ku doortay xorta qof xorana waana ogama bixi karo kelmadaad adigu igu tiraahdid dabeetana wuxuu su'aal igu celiyey waxaad samaysaa dantaada garo waxaan ku wariyay dantaydu waan garanayaayo in waddanka isbeddel ka dhacaabaan doonaya ay Soomaaliya isbeddel heedo waad adigaaga dhalinyaradii isbeddel heshid oo waanigan ku jira maan kuuro u soo galay siyaasadda iyo xisbiyada in aynu helo nidaam saxo dowladnimo oo ka hadda jira ka wanaagsan maadaama aad qaraasantay su'aalka lagu wuxuu ku yiri mushaar fiican baa lagu qoraya dowladda la shaqeynaysa deetana waxaan ku yiri maxaan ka noqonayaa dowladda wuxuu ku yiri in ciidanka sirdoonka aanba ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidan ka mid aan noqonaysa waxaan ku yiri sirdoonku baan ku urid sirdoonku waxa ku urid waa hay'ad argagixisada la dagaalataan ku urid cidna ma xidho haddii aad garanaysid sirdoon baan ku urid waxay hay'adaha argagixisada iyo al-shabaabada iyo xuduudaha ay ka shaqeeyaan baan ku urid maaha ciidan booliise dad toobarno gaar a galay cid ule miyaa la qoraa markaa si guurahaayo waa lagu qoraya adiga xogtaadu keliya xogtaas muna kaaga baahanay dabeetana waxaan ku ihi anigu ma yihi kaa awaad igu soo lugodeen jeelkaanaan ku jiraya ilaa intay xorriyadeydaanba dowla saxi dhalanayso waan iskaga jirayaa
وردنت هذا قرر حرية هذا قريب وعليا وحن كور حرية ذي ذي دنت هذا حوي إن سومالي لأن هاي نورل في عنك ولا نولانه وإن عدالتك ولا نولانه سؤال بو يسي ويدي وحيقول ما هل كتت كجري وحن كور هذا أرساق ذي هاي سان أنت تقول كا كود أنا نولا قطان يقو آسا ترى هو يقطع محمد هل كان دكتور كور سن يعني قطبنا كوي يرني يرني هذا كوتهم الواحد وشيل كوينا من العراق أنت كجري وهل كان ليحصد ما شان كورنا وبرك اللي يسود ده يقفكو هل كان سكول قفكو إيه ما هذا لفري سنة يا كل جيمر كان هلا ييري هل كان سكول أنت جي سيدنا كلامه سكور فديني أنا سكور رئيس ما أنت هسه سويديني كده أنت هسه قطعة محمد أنت هذا حنا أنت هذا حنا لعذوني كي شهر صديق هذا يشهر كامرت يحق ولا يبنا وحيقول لي يا بالنهار تمركي تطبر شهر ما أنا لا يشري أنا محاكمة دي اللي يقصي يعني إلا يعني حنا تطبيع فرتنا إيش تطبيع شهر ما أنا لا يشري تطبيع فرتنا عشان وانا حنا مركي لي كأنا محاكمة دي لبعض ما نرى لي سوقا ووحيا به السويديو أي كم تاي شرعية دي ماذا ندعم كي شروع يعني اللي قلنا ودنا كمية كرسور كل الله ومدح بالنية هي مية سؤال أساني سويدية سويت الاسكو يديني ويقف كي تضبع شرمان كل وشرة وحن أنا مثلا تضبع 20 كيس كي اللي وسوا وقولي ومرك اللي وسوا قاعد نقول يا عم بقف دمبيلة عم بقف بلا دمبيو برتا كبح يا مالتي سيتي لكن تي ما يدعين وعشرة مرك كيس اللي وقوا وقولي مكانك سرديك ده حكيس كي هاي وقوا وقولي سيدين كوا مني كرا وحلي إلي حي تليه كيس كي وقوا وقولي مرخاتي أشوي ودي أو حاجة شرش يا لهاي ده تنا مرخاتي علي ودي دنبي باري هي كرساري هي انتو بوايس كورير ان قف كماركم حكبات كيس كقالوا دوني ان عدالة الوحلوقة افر قف اسكورير دي هي او اسكوريري مركي دعوة دادك عانتك وهايان محاد قوان سانا يساد سويديني ساقفك بالعين كوي سويديني دي واحد اورانا يساد شان والوشرا كوي حتى قفك هدي دنبي لقو هايو ودم بيشرو وحو آم سناني إن قلت مروال بالله صاري ودول محقو دا كسو الله حاني سببتو آشان قفو إسكو قبيلة أيام مرخاتي آشان قفري أنا يغتليها كيس كيغا هاي يا دم ببارها كيس كيغا هاي لابد مرخاتي اللي ودي إتو با إسكو قبيل بي هاي أين حير الاليه إسكو قبيل بي هاي مركزال لي غرسور كي وكم مدح بنايه هايدي دولته كم مدح بنانا انت اصلا حدي كم مدح بنايه الله ما هيسته محمد غورما لي سوداي سمرك لي سوداي حالا دي شي انغا وخا لي سوداي جيلك مدره ولا سو قادو جيلك وين با لي سوداي حكبه الله كان مالين كيس كي لي سوغي مرخاتي الباي هرسرا وصباح وحن صباح دي قفتن بلا ما راهي قفكم مركو دم بلا يحي والله حكومه هذا حكم كيسا كل عام مرك الدنب اللي جواه ينقفك إسكا هاي سشة شرت أنا قول إسكا هاي هيستي حق دولتهم معارض نمد محاف ومعارض قبل إنه هاي وأنا بنين الحمد لله حرية دي بنتبه هاللي إتك استوى حد جاي كحماتي وأنا محنقيا لكن واحد أجي وأن كي يقي خصوصاً السويدي أصدون سرك دي هركي سد حديدي وحيل قطع علمي أيالو قد حكر على قويدي سؤال قالتنا وقبيلة إن قبيل كورنان مودي دور النمذن إن كورتان مودي إن بوليسكو أنا ودفاع شري حق بوليسكو اللي يجمع مرتشرين وعيدا كبوليسكو لكن ما أنتي أنا أركا يروح اللي يقص مني يصلي اللي يقود بني يروح على لحد بيانا شري أنا حافظ ديدي اللي يقف فيني عنتر بدك يجي كني اللي يقف فيني هو يدي أهل كي يجي اللي يقف فيني أصحابتي اللي يقف فيني أيابان ليجي وركود عداوده قفك بالآدم كا مركله عداوده عيدا كا تعدي كلك ولنتي عداود بكو أبو النعيسة والنعيسة والنعيسة لكن روحه شرته دول النمدو وحنا مسنا وقت يدي هراء سياد بره لقدر قال لهمي من برت مالك حما أنت مريسو وحرت قال كده تكل حري الله محمد بلاني كي يروح لي وهاي استا محل قرال وقرطاد وتري تتكلم حيكون انت كوي لاي
يكوي دلي قف كي دلي دمبيلا مو نقن أنا جي جي يديم حاطت كان مساكين ت اللي يقول لا يحبضه كل عاد اللي لا يمحل اللي يقول لا هنا حبس قال الله يتحاب أنا جي حبس قال الله يتحاب قف كي دمبيلاها قاعد كل دجلاها آها الكتاب كنا اللي قش يا جي حبس قال الله ما تحاب يعني أنا بس حبس قال بجري مركع سومالان وحن لاي هاي لأن يريد ورعد على درهذا ميلا نقصه وذا شيء سلم أنا جا هذا يقول عادي بريت ولا كان كلاي يقول عايزة هذا يكو يقول عايزة ووح صعنا يوم ووح صعنا يوم مركع قارب بدار كيسا يو وحبي سويدين شرني شيل كم ركوا شرني قفكو مركو شيل كلو حياة بدم بواركا waxaan arkay dad lacag lagu leeyahay qiimahoodu yahay lagu xukumaya sanad iyo 2 milyan 2 milyan ana haysan xukunku ka dhamaado iskaga jirayaan oo halkii iskaga jira oo lacagta laga doonayo maya oo illa iyo intu lacagta bixinayo qofkaasi xukunku jeelku ku jirayaan Soomaaliland waxaan la yaab dhalinyaradeeda iyo dadka إن لا يسكون حريصو دادك جيلاشي كجيرا آل لوغو لوغو ورحيو ومهيم هيدا حوكو ليسانكا دادك وحكرات داسي علمة دا صداقة داها لبوحا إن ماانتا ونوغنا هاي ودن كيين هالكو مرايو دان يرادي شاقات باد سنان بادن باد شيرتا إن تراغي سبي آدية جير لوغو حاسو قايو عبايان مركي شغوة ينا لوغو حرحرايو حبسيدي كبوحة إن تولد وسارة دارهما بالشدة يشغل قلنتو دور كيدي ما يقعدن حكومة ده حتى دمات وقت كيدون دور كيدي ما يقعدن إن لأن إذا هم مانت ودن كانوا برواقو وإن حكومة ده حتى شرطة ميل في عبي قارسيسي إن عدي لوش لوت المام يعني وما كان كرايو عند حل هايو لكن ودهم كوي حبة هني يسبدل وح الله لي وح الحكومة ها كم يكل دم بيرنا اللي يرهان ناقبتين يا وح يقول شيء نقول لي هي هبيراتي مشرتو لأن يرضى فرين بانو دري حن ليا ما دامت فرتينا كو دورتين فرتينا كو عيل بحا وكو عرس هذا ما ندي ليا هاي موسى وح نرمال تنو دورنا فرتي ده وقليتين tiib ka dhabey wadanka imka dhaqaale badan ma soo galo wad ogtay in dhalinyaro suuqa jooga dhaqaale ma soo galo ka shaqeeya dhaqaale ma soo galo meheradaha qaar ba dirtood u kacay sixir barar dawladdu wax qorshaha kama leh gubasha timi hadda alaali hadan waahin waa lagu gubtay baleen alaali baleen dawladda u qorsheysan oo dadkii lagu dubal lagu dajinayo dhaqaalihii la ururiyo dub loogu qaybinayo mar oo jirta xaalad saxo oo برام شحو سياسة دي كله يهين مانت مهين دادكاس وددكا غاركود استبايا مركي نولوشي عدكاتي بيه قالي نقدين وح برشاد قالي نقطي عافمات كي حمد دجرتا قالي نقطي نولان كري ليين سومان لا محل لي وارميلو سو دا جيستو اسبدل بودو كدوني إلا اسبدل هشان وحاصر نبيدك بحماي سنان السنة واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها